أنا هتكلم مع حضرتك بمنتهى الصراحة من خلال جملة شهيرة جدا كان قالها الدكتور زويل فترة من الفترات. قال فيما معناه إن بره مش عبقرة، بره بيقفوا مع الفاشل لحد ما ينجح. إحنا هنا في المجتمعات العربية والشرقية ومصر نقف مع الناجح أو نحارب النجاح ونحارب الطموح لحد ما يفشل. هل ممكن البيئة دي تتغير في مصر؟ هل ممكن خلق طاقات داخل الشباب أو تدعيم هذه الطاقات حتى تنتج؟ ده ممكن يتحقق في مصر يا سيادة النائب؟ ما هو ده حاليا، لأن السيستم اللي بتاعنا سيستم بالي الحالي اللي موجود ويعتمد على الأشخاص مش يعتمد هو وشديد البيروقراطية. خلي بالك إن ده البيئة دي أحد مسارات سبعة موجودة في استراتيجية التعليم والبحث العلمي. تهيئة البيئة والمناخ، فالبيئة دي أنا هنتج إزاي وأنا في ناس بتخبط فيا وفي ناس واقفالي وفي ناس بتدور على النجاح فين تقف قدامه؟ فإحنا ليه الميكانيزم؟ في ناس بتقول لي روح ما ينفعش، وفي ناس بتقول لي ما لأن المنظومة كلها مش سوية، المنظومة فيها خلل شديد وفيها فساد وفيها إفساد وفيها جهل، وهو ده الجهل. مع احترامي لابد كلنا ان نعترف ان احنا جهلاء. هو العلم مش إن مش مش يعني الجهل او عدم الجهل مش ان انا اقرا واكتب، لا مش اجاده القراءه والكتابه، ولكن الجهل هو الجهل بالمعرفه. فهنا احنا يعني كويس ان انا تطرقت المعرفه. المعرفه دي ده كيان كبير قوي، هو مظله للتعليم والبحث العلمي. إذا إحنا بعدنا جدا جدا عن المعرفة وأخذنا طريق التلقين وطريق الحفظ وطريق الامتحان المبني على الحفظ، ونسينا التطبيق ونسينا التحليل ونسينا الابتكار ونسينا الإبداع، يعني النهاردة ما عادش إحنا بنقيم الطالب على 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 أساس هذه البنود اللي هو القدرة على التحليل والابتكار والقدرة على الإبداع والقدرة على الـ على الـ يعني وإن يخلاله بيئة ملائمة لينتج. لا يعني هو يبقى فاهم كيف يفهم وكيف يطور اللي يفهمه وكيف يبتكر يطلع منه بحاجة تستطيع تطبيقها. هو ده الهدف من العلم أو التعليم، مش إن أنا حافظ كلمتين أجي أقولهم، هو ده الكلام. فالمهم إحنا بنقول إيه، المنظومة التعليمية الحالية لن تحقق لنا أي خطوة للأمام. إذن لابد في حاجة غلط. الحاجة الغلط دي هي منظومة التعليم.